السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المحاضرة الأولى من مادة تطبيق الجودة في العملية التربوية. معكم الدكتورة حنان حلبي من الأكاديمية العربية الدولية. إذا نبدأ بمخطط المادة، نبدأ بمقدمة تعريف إدارة الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة في التعليم أهميتها، معاييرها، آلياتها، أهدافها، وفوائد تبني فلسفة الجودة الشاملة في التعليم. إذن إصلاح منظومة التربية والارتقاء بجودة التعليم هما أمران مهمان جدا، وقد أصبحا من أهم القضايا التي تستحوذ على ذهن المسؤولين الحكوميين في شتى أنحاء المعمورة، فأصبح الشغل الشاغل للتربويين والأكاديميين والمسؤولين الارتقاء بمنظومة التعليم والتربية في ظل الاعتراف العالمي بأهمية جودة أساس رئيسية واجتماعية وتنمية مجتمعية مستدامة. ومع تنمية اقتصاديات المعرفة وتحديات العولمة، أصبح الوصول إلى جودة التعليم وإلى الوصول إلى أعلى مستويات من الأهمية البالغة بمكان لينعكس ذلك على جودة التأهيل للموارد البشرية لتمكينها من الاندماج عالميا في ظل الحالة التنافسية التي يعيش فيها المجتمعات في شتى المجالات، سواء نتحدث عن المجال المعرفي، التربوي، الاقتصادي، الاجتماعي، من أجل مواكبة التطورات والتحولات الخطيرة التي نشاهدها حاليا. فالجودة أصبحت مطلبا مهما لكافة المنشآت المختلفة عامة وللمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص، وذلك من أجل المنافسة والأداء أمام عالم يعج بالمتغيرات الحديثة والمتسارعة. فمفهوم الجودة في الإدارة التربوية هو جملة ما يبذل من قبل العاملين في الحقل التربوي من خلال تضافر جهودهم لرفع مستوى المنتج التربوي بما يمكنه التوافق مع المتطلبات والمتغيرات داخل هذا المجتمع. وقد ظهر مفهوم الجودة واضحا في الثقافة العربية الإسلامية في قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، صدق الله العظيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ورغم أن معايير الجودة العالمية ربما تختلف من دولة إلى أخرى وفق آلياتها، إلا أنها تلتقي جميعها في العديد من المواصفات والمقاييس التي لا تحيد عنها المنظومة التعليمية، حيث أن الجميع يهتم بمواصفات الخريجين من المدارس، يهتم بجودة التعليم، يهتم بنتائج التحصيل العلمي والأكاديمي والدراسي للمتعلمين عبر مختلف المراحل، والقدرة على تجاوز كل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض مسار تجويد العملية التعليمية. ننتقل الآن إلى تعريف إدارة الجودة الشاملة. عرفت إدارة الجودة الشاملة بأنها الإدارة التي تحقق رضا المستفيدين بشكل مستمر، يكون ذلك بأقل كلفة ممكنة من خلال أداء كل العاملين في المؤسسة، سواء كنا نتحدث عن المؤسسة التربوية أو الاقتصادية أو أي مؤسسة أخرى. نتحدث عن إدارة الجودة بشكل عام ومفهوم إدارة الجودة بشكل عام. في ضوء هذا المفهوم، يمكن القول إن بؤرة الاهتمام في نظام إدارة الجودة الشاملة تتمثل بالاهتمام بالمستفيد من الخدمة أو المستهلك للمنتج عفوا، وتحسين الخدمة أو المنتج بشكل مستمر، يكون ذلك عن طريق قيام العاملين بكل ما هو لازم بالفعاليات اللازمة لتحقيق المستوى المطلوب من المواصفات، اعتماد طبعا مبدأ التكامل والتفاعل بين المدخلات والعمليات بالشكل الذي يؤدي إلى مخرجات عالية الجودة. على هذا الأساس، فإن إدارة الجودة تشدد على الأمور الآتية: تشدد أولا على تحقيق رضا المستفيد من الخدمة، يجب أن يكون المستفيد راض بشكل كامل عن الخدمة التي تقدم له، وأن تكون هذه الخدمة تستجيب لكل متطلبات هذا المستفيد.
أيضا التشديد على متطلبات العمل والالتزام بإدارة الجودة، توزيع المسؤوليات بين العاملين وتحديدها بشكل واضح، تحليل عمل المؤسسة بشكل مستمر وجعل الجودة في بؤرة اهتمام المؤسسة، وهذا الأمر هو مهم جدا، فنحن يجب أن نركز على أن تكون المؤسسة ذات لديها جودة مهمة. نتحدث الآن عن إدارة الجودة الشاملة في التعليم. عندما نتحدث عن مجال التعليم فإن نظام إدارة الجودة يعني نظاما إداريا متكاملا، وطريقة لتطوير جودة الطالب، وأيضا تهدف الجودة إدارة الجودة إلى تطوير جودة الأهداف، إلى تطوير محتوى المنهج، إلى تطوير عمليات المنهج، وإلى تطوير جودة العاملين في المؤسسة التعليمية. نتحدث هنا عن مدرسين ومديرين، وأن نضمن عملية تحسين مستمرة قائمة على التخطيط والمشاركة من جميع العاملين. نتحدث هنا عن المشاركة بين المدير والإدارة والمعلمين والمدرسين والطلاب والأهل، لذلك اللي حتى يتحمل كل شخص وكل مجموعة مسؤولياتها لكي تتحقق الجودة الشاملة في التعليم. انطلاقا من هذا المفهوم المتقدم، فإن إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية يجب أن تتضمن أولا الاهتمام بتحقيق الرضا، نتحدث عن رضا الطلاب، احتياجات الطلاب، احتياجات المجتمع، رضا المجتمع، رضا المؤسسات التي تستفيد من مخرجات المؤسسات التربوية والتعليمية. يمكن أن نتحدث عن المؤسسات التي تستفيد من خريجي المدارس وخريجي الجامعات. نتحدث أيضا عن اعتماد أسلوب العمل التعاوني واستثمار القدرات والمواهب والخبرات التي يتمتع بها جميع العاملين في المؤسسة التعليمية. نتحدث أيضا عن الحرص والمحافظة على استمرار التحسين والتطوير في الخدمة التعليمية المقدمة، بحيث إذا ما تم إنجاز مستوى معين من الجودة يتم السعي إلى مستوى أعلى منه، وهكذا من دون توقف. نتحدث أيضا عن شمولية التحسين والتطوير، بحيث تشمل جميع المجالات التي لها علاقة بنظام التعليم. نتحدث هنا عن الأهداف، الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية، نتحدث عن أساليب العمل، نتحدث عن نظام التحفيز والإجراءات اللازمة لكي نخلق قناعات جديدة، وبرامج التدريب أيضا تكون من ضمنها. يجب أن يكون هناك حرص على منع الأخطاء أو جعلها عند أدنى مستوى عن طريق العمل على وفق مبدأ أداء العمل الصحيح بشكل صحيح، أي من دون أخطاء من أول مرة، بقصد جعل التكلفة في أدنى مستوى لها وتحقيق رضا المستفيدين من العملية التعليمية بغض النظر عن نوع هذا المستفيد. في ضوء كل ما تقدم، يمكننا أن نقول أن إدارة الجودة الشاملة في التعليم تمتد لتشمل كافة العناصر التي تمثل منظومة العمل التربوي. نتحدث هنا عن الموارد البشرية وما يلزم لتنميتها وتطويرها، نتحدث عن المناهج المدرسية، عن الأنشطة التعليمية، عن أساليب تدريس وتقويم، وتحديث الهياكل التنظيمية على وفق متطلبات التجديد الذي تتبناه المؤسسة التعليمية. هذه الأمور كلها لها علاقة بالجودة الشاملة وتطوير مفهوم الجودة الشاملة. لكي تتحقق مضامين إدارة الجودة كما ينبغي لها، لابد من تحقيق رضا جميع المستفيدين من الخدمة من شيئين. نتحدث عن الخدمة التعليمية الداخلية بما فيها الطلاب، المعلمين والإدارة، وكل ما هو خارج هذه المؤسسة، أي الخارجيين المستفيدين الخارجيين بما فيهم المجتمع، المؤسسات، الطلاب أنفسهم، غير أن هذا الأمر يتطلب تعرف المؤسسة التعليمية على احتياجات المستفيدين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها. طبعا
من الجدير القول أن المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي تتبنى إدارة الجودة الشاملة يجب أن تتعود ممارسة التقويم الذاتي للأداء من أجل تحقيق مبدأ التحسين المستمر. فالتقويم الذاتي هو يؤدي بدوره إلى نجاح العاملين في تقويم سلوكهم وأدائهم على طريق تحقيق الجودة. طبعا نزيد على ذلك تقدم ما تقدم أن إدارة الجودة الشاملة تقتضي تطوير نظم المعلومات، جمع الحقائق التي تعد أساسية في اتخاذ قرارات التحسين والتطوير. أيضا وما يقتضيه نظام إدارة الجودة الشاملة تفويض الصلاحيات الذي يعد من مضامين العمل الجماعي التعاوني الكفيل بتجاوز مشكلات المركزية في اتخاذ القرارات، إذ هنا ينبغي أن يشترك جميع العاملين على اختلاف مستوياتهم في تقرير سياسة المؤسسة، وهذا شرط أساسي من إدارة الجودة. الكل يشارك في تقرير سياسة المؤسسة، توجهات هذه المؤسسة، وعلى هذا الأساس فإن مدير المدرسة الناجح هو من ينظم بيئة العمل داخل المدرسة على نحو يشرك الطلاب والمدرسين وغيرهم طبعا، يشركهم في عملية اقتراح التحسينات، التطوير والعمل على تنفيذ ما هو جيد. فالكل مشارك في العملية التعليمية التعلمية وفي الإدارة التربوية، لأنهم في النهاية يسعون إلى تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. ما هي أهمية الجودة الشاملة في التعليم؟ أولا، ضبط وتطوير النظام الإداري في المدرسة التعليمية. هنا نحن نتحدث عن إدارة جيدة، عن نموذج جيد في الإدارة ومضبوط. أيضا تهدف الجودة الشاملة إلى الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع المجالات، أيضا إلى ضبط شكاوى الطلاب وأولياء الأمور. فنحن إذا حسنا الأداء وإذا حسنا من جودة النظام الإداري والتدريسي والتعليمي فإن الشكاوى تضبط وتقل، وطبعا تشارك هنا الإدارة وكل العاملين في المؤسسة التربوية على وضع الحلول لشكاوى الأهل والطلاب. أيضا تساهم الجودة الشاملة أو مفهوم الجودة الشاملة في التعليم في زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء للعاملين بالمؤسسة بغض النظر عن دورهم داخل هذه المؤسسة. الوفاء بمتطلبات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع، وذلك طبعا من أجل الوصول إلى رضاهم، رضا هؤلاء الأشخاص وفق النظام العام للمؤسسة التعليمية. وبالتالي يجب أن يكون المجتمع راضٍ عن الخريجين، عن مستوى الخريجين، عن المؤسسات التعليمية. فبالنهاية يجب أن يكون هناك توافق بين المؤسسات التعليمية والمجتمع بشكل عام وأولياء الأمور. أيضا فيما يتعلق بأهمية الجودة الشاملة، تمكين المؤسسة التعليمية من تحليل المشكلات بالطرق العلمية، رفع مستوى الطلاب وأولياء الأمور تجاه المؤسسة التعليمية من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة، الترابط والتكامل بين جميع القائمين بالتدريس والإداريين في المؤسسة، والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق، وهو أمر مهم جدا طبعا. تطبيق نظام الجودة أيضا يمنح المؤسسة التعليمية الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف المحلي، فهذه المؤسسة تتميز بالجودة والأداء العالي والتنظيم وبمهارة حل المشكلات، لذلك فهي تحظى بالتقدير من جميع ما يحيطها. إن تحقيق ثقافة الجودة في التعليم والمعرفة لا يمكن أن تقارن أبدا مع مبدأ الجودة في الإنتاج الصناعي أو التجاري أو الزراعي، لأن الأسس التي تتعلق وتتحكم بالقياسات والمواصفات في الحقل أو في التربية والتعليم تختلف بشكل كبير عن ما هو متعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، وتختلف كثيرا عنها. إذن إن التعليم والمعرفة هما قيمتان وركيزتان تعتمدان على العقل والفكر بشكل كبير، ولذلك فإنهما يرتبطان بالجانب الفكري والروحي عند الإنسان أكثر من ارتباطهما بالجانب المادي. أتحدث الآن عن معايير الجودة الشاملة في التعليم.
تهتم الجودة في التعليم بمواصفات كل من الخريجين من المدارس والجامعات من خلال دراسة نتائج تحصيلهم الدراسي في مختلف المراحل التي يمرون بها. لعل من أهم معايير الجودة في التعليم العام هي جودة كل من المناهج والمقررات والكتب الدراسية، فيجب أن تكون المناهج على مستوى عال من الدقة والعلمية والموضوعية، ويجب أن تتكامل الكتب والمقررات فيما بينها لكي تحقق الفعالية الأفضل. جودة البنية التحتية الخاصة بالمدارس والجامعات والبيئة التعليمية ككل. كفاءة الموارد البشرية، عندما نتحدث عن الموارد البشرية نتحدث عن الأطر المتمثلة بالأطر التربوية والإدارية، نتحدث عن المعلمين، الإداريين، العاملين داخل المدرسة، المنسقين، المشرفين، هذا ما نقصد به بالموارد البشرية. نتحدث أيضا عن جودة التكوين الأساسي والمستمر من خلال الحرص على التطوير في المؤسسة التعليمية بشكل مستمر. التدبير الأمثل لكل من الموارد البشرية والمالية من خلال حسن الإدارة، طبعا يجب أن يكون هناك تنسيق فيما بين كل من هو قائم على الموارد البشرية والمالية. يجب أن يكون هناك انطباع إيجابي لدى المتعلمين والمستفيدين من خدمات المدارس والجامعات. أيضا يجب أن تكون نتائج التحصيل مرتفعة وأفضل من ذي قبل، فهي تحدد مدى الجودة التي تتمتع بها المؤسسات التربوية. نتحدث الآن عن آليات الجودة الشاملة في التعليم. من آليات تحقيق الجودة في التعليم ما يأتي: أولاً، تغيير المناهج والبرامج التربوية من خلال بناء المقررات التي تهدف بشكل أساسي لتحقيق المهارات المختلفة عند الطلاب. طبعا المناهج يجب أن تهدف إلى ليس فقط بناء المعرفة، ولكن يجب أن تنمي التفكير عند المتعلم، ويجب أن تنمي المهارات المختلفة لديه، والحرص على الجودة والكيفية بدلا من الكمية. نتحدث هنا عن نوع المعلومة المقدمة للمتعلم بدلا من كمية المعلومات المقدمة للمتعلمين. يجب الابتعاد عن التعليم الأحادي الذي يقوم على جهد المعلم من دون مشاركة المتعلمين. إذا نحن هنا نبتعد عن التعليم الذي يتمحور حول أداء المعلم ونركز على أداء المتعلم في هذه الحالة. أيضا نتحدث في الآليات عن تحسين العرض التربوي في كل من المدن والقرى من خلال العمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتحسين الظروف التعليمية والاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية، طبعا مع إمدادها بكل الوسائل اللازمة لها لتحقيق الهدف الأسمى من التعليم. أيضا نتحدث عن العناية بالموارد البشرية. نحن نعتني بالموارد البشرية من خلال توفير ظروف مادية وعملية تساعد هذه الأطر البشرية. عندما نتحدث عن الأطر البشرية نتحدث عن المعلمين والإداريين والعاملين في المؤسسات التربوية. عندما نوفر لهم الظروف المادية والعملية المناسبة فهم يقدمون أفضل ما لديهم. من آليات الجودة الشاملة في التعليم أيضا ترسيخ السياسة اللامركزية. عندما نتحدث عن السياسة المركزية نتحدث عن مركزية اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية. إذا هنا تهدف الجودة الشاملة إلى ترسيخ السياسة اللامركزية التي تهدف إلى تقسيم المهام في المؤسسة التعليمية، طبعا مع ضرورة تأدية كل قسم للأهداف والمهام الخاصة. التمويل الكافي أيضا لكافة المشاريع التعليمية، هذه من الآليات الأخرى، حيث تمول المشاريع التعليمية طبعا مع ترشيد الإنفاق والاقتصاد فيه. أيضا من الآليات الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال الجودة في التعليم، فنحن يمكن أن نستعين بخبرات مختلفة يمكن أن تساعدنا على
الارتقاء في التعليم. أتحدث الآن عن أهداف إدارة الجودة في التعليم. من الأمور التي ينبغي الأخذ بها في المؤسسة التعليمية التي تتبنى فلسفة إدارة الجودة الشاملة؟ توحد جميع العاملين في المؤسسة والتفافهم حول أهدافها البعيدة والقريبة ورؤية هذه المؤسسة. طبعاً يجب خلق حالة من التفاعل الإيجابي النشط بين العاملين على عن طريق التطوير والتحسين المستمر، وذلك كله يقتضي ترسيخ ثقافة الجودة بين الأفراد وجعلهم ينتمون إليها ويعتزون بها. يمكن إيجاز أهداف إدارة الجودة في التعليم بما يأتي. أولاً، نشر الجودة الشاملة كثقافة والاهتمام بترسيخ هذه الثقافة عند جميع العاملين في المؤسسة التربوية. مراعاة احتياج سوق العمل ومواصفاته والعمل على إشباع هذا السوق وتلبية احتياجات هذا السوق. الوصول لأفضل مستوى من جودة المدخلات والمخرجات وما بينها من عمليات. يجب أيضاً وضع الإجراءات الواضحة التي تعنى بإدارة الجودة. أيضاً يجب المراجعة المستمرة، يجب إعادة النظر بالعمليات، وذلك من أجل القيام بالعمليات على بالشكل الأفضل لتقليل الهدر والنفقات، ابتكار مقاييس دقيقة متطورة لقياس الأداء، أيضاً ضمان التواصل بين جميع الأطراف بطريقة سهلة، تبني أسلوب تطوير مستمر لا نهاية له. في ضوء ما تقدم عن أنظمة الجودة الشاملة، يمكن القول أن نظام إدارة الجودة يعد النظام الأشمل، فهو النظام الذي يتناول إدارة الكيفيات اللازمة لتحديد الأهداف، لاختيار المدخلات، لإدارة العمليات وضبط الجودة وتوكيدها وتحديد المشكلات وتحليلها لمعالجة هذه المشكلات أو منع تطورها، وعمليات التقويم وقياس النتائج أو ما يسمى بالمخرجات. نتحدث الآن عن فوائد تبني فلسفة الجودة الشاملة في التعليم. لتبني فلسفة الجودة الشاملة في التعليم الكثير من الفوائد طبعاً التي تستلزمها طبيعة العصر وما يشهده من تغيرات على جميع الصعد. ومن هذه الفوائد أولاً تحسين نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للتلاميذ باستمرار، مما يزيد من دافعيتهم نحو التعلم والاكتساب المعرفي والمهاري الذي يلزمهم في حياتهم الخاصة والعامة. رفع أداء العاملين في المؤسسة التعليمية بما فيها أولاً الإدارات التعليمية من خلال إعدادها وتزويدها بثقافة الجودة الشاملة وتبصيرها، فإن بأن تبني هذه الفلسفة يعد مطلباً من متطلبات العصر والحاجة إليه قائمة ومستمرة لا تقف عند حد معين. أيضاً من الفوائد التدريب المستمر للمعلمون وتبصيرهم بمعايير جودة الأداء وأهمية التخطيط والتقويم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على أفضل وجه. أيضاً تطوير طرق التدريس وتحسينها بما يتناسب مع مستجدات اتجاهات المناهج الحديثة. أيضاً نتحدث من الفوائد عن تنمية الانتماء والولاء للمؤسسة التعليمية لدى الأشخاص العاملين من داخلها من خلال اعتزازهم بالخدمة داخل هذه المؤسسة وبالخدمة التي تقدمها هذه المؤسسة للمجتمع المحلي، وبتميز مخرجاتها وحسن صورتها في أذهان الناس. أيضاً زيادة قدرة المؤسسة التعليمية على منافسة غيرها من المؤسسات
فيما تقدم من خدمات مميزة وإنتاجات مميزة بين مخرجات المؤسسات الأخرى. أيضاً ضمان استمرارية المؤسسة التعليمية وبقائها وعدم اندثارها. توافر الإبداع لدى جميع العاملين في المؤسسة أو المدرسة التعليمية. تنمية التعاون وروح الفريق الواحد بين جميع العاملين في المدرسة. تنمية أيضاً مهارات العاملين ورفع قدراتهم من خلال التدريب المستمر. أيضاً تسهم في زيادة نسبة تحقيق الأهداف. أيضاً عندما نتبنى فلسفة الجودة الشاملة، نوفر التدريب اللازم للعاملين ونمكنهم من مواكبة التطور الذي تشهده مؤسسات التعليم في بلدان العالم المتطور. تشجيع العاملين بالحوافز نتيجة للجهود المميزة التي يبذلونها. مواكبة المؤسسات التربوية بالتغيرات الموجودة في سوق العمل. منع أو تقليل حدوث الأخطاء في العملية التعليمية. تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية. تحقيق إنتاجية عالية. السعي إلى تكوين أنظمة تهدف إلى تحقيق أداء جيد في جميع مجالات عمل المؤسسات التربوية والتعليمية. تؤدي أيضاً فلسفة الجودة الشاملة في التعليم إلى إزالة الممارسات والمهمات غير الفعالة في النظام المدرسي. تحديد مسؤولية الأفراد والأقسام داخل المؤسسة أو المدرسة. تحديد معايير الجودة بوضوح لجميع مجالات عمل في المؤسسات التعليمية. تسهم في رفع أداء العاملين والطلبة. محاولة السعي إلى الترابط وتكامل الدور بين المشرفين والعاملين في المدرسة والمؤسسة التعليمية. تحقق أفضل مستوى من التواصل والاتصال بين العاملين في المؤسسة. الاهتمام بخلق بيئة تهتم بالتطور المستمر والمحافظة على الكفاءة. أخيراً تسهم في زيادة نسبة تحقيق الأهداف. شكراً لكم لحسن المتابعة، نلقاكم في المحاضرة المقبلة.